السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض بنشوف برنامج اورنج ده. فيه حاجات كتير جدا، منها موضوع الداتا ان تعرض بشكل حلو. طيب خلينا مثلا نقول له فايل، وهنا بنبدأ نشوف ايه البيانات اللي موجودة جواه. فممكن تختار من موقع انترنت او من فايل، وتبدأ تختار الملف اللي انت عايز ان انت تعرضه. ممكن تقول له برضو سي اس في وتعرض الملف دوت، ومن فايل ممكن تختار ملف اكسل برضو. طيب عايز اعرض البيانات، فهقول له داتا تيبل وابدا اسحب. فهو بياخد الملفات من الفايل ويبدا يقراها لي هنا، وممكن تخفي الفيجوال نمرك فاليو. طيب عايز برضو اظهر البيانات بشكل بياني، فبقول له هنا اسحب من هنا اهوت، وبقول له مثلا انا عايز سكاتر بلوت مثلا، فبيبدأ يظهر لي البيانات بالشكل دوت. ممكن اقول له ان انا عايز داتا تيبل تاني، هيعمل ايه بقى؟ هيبدأ ان هو يقرأ البيانات اللي معمولها سيلكت بس. فانا ممكن اجي هنا وابدأ اعمل سيلكت مثلا لبعض البيانات هنا، فلما تدخل في الداتا تيبل هيبدأ يجيب لك الثلاث بيانات اللي انت عامل عليهم سيلكت. طيب برضو ممكن اجي هنا مثلا في الداتا تيبل وابدأ اسحب واقول له سكاتر بلوت. طيب ده هيعمل ايه؟ خلينا نصغر كده. هنا في الداتا تيبل لو انا عملت سيلكت لبعض العناصر اللي موجودة، هتلاقي ان هو عمل لي العناصر ديت بالشكل ده. يعني عمل سيلكت لدول، فيبدأ يعمل لي سيلكت عليهم بلون مميز، بحيث ان هم دول اللي انا عايز اركز عليهم اثناء ما انا مثلا بتكلم او بشرح. دي العينة اللي انا مهتم بيها. طيب ممكن اجي هنا واروح دايس على العلاقه اللي بينهم ديت، بلاقي ان العلاقه بينهم الحاجه اللي معمولها سيلكت هي اللي تظهر في الداتا سب سيت. طيب ممكن اعمل ادوس عليها واختار ان الداتا هي اللي تظهر كلها، او يعني تبدا تختار ايه اللي انت عايز تعمله وايه اللي يظهر معاك. طيب نبدا كده، قلت له اوكي وابدا اظهر ديت، وفي نفس الوقت اظهر التيبل. كله دلوقتي بقى بيتعمل له سيلكت. فاي حاجه من دول بتقدر تدوس هنا وتشوف ايه العلاقه اللي انت عايز تظهرها. هل السيلكت داتا هي اللي تعمل لها اظهار، ولا كل الداتا سيلكت داتا هي اللي تعمل لها الداتا، او هي اللي تعمل لها داتا سب سيت. فبتقدر تتحكم في ايه اللي يظهر معاك. برضو نفس الفكره هنا، سيلكت داتا ولا الداتا نفسها هي اللي تظهر معايا في الجدول بتاعي. فده هيفيدني، هينظم الشغل بتاعي شوية.